بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل دروسنا عن مقرر تنظيم حاسبات واحد. نواصل ما بدأناه في الباب الأول Register Transfer and Micro Operation. وبعد أن تحدثنا عن العمليات الحسابية في الحاسب، ننتقل في هذا الدرس الرابع إلى العمليات المنطقية في الحاسب. فنتكلم عن موضوعين في هذا الدرس. أولا Logic Micro Operation، العمليات الدقيقة المنطقية، وثانيا Logic Hardware Implementation، وفيه نتحدث عن الدوائر المنطقية التي نستخدمها لتنفيذ العمليات الدقيقة المنطقية في الحاسب. نتحدث أولا عن العمليات الدقيقة المنطقية Logic Micro Operations. هنالك باختصار 16 عملية دقيقة منطقية يمكن أن ينفذها الحاسب. نستعرضها في جدولين أمامنا، الجدول الأول منهما. في هذا الجدول نرى ثلاثة أعمدة. العمود الأول يوضح الدالة البولية أو البوليان فانكشن التي نرمز بها للعملية الدقيقة المنطقية. العمود الثاني يوضح المايكرو أوبريشن، كيف نعبر عن هذه العملية المنطقية باستخدام لغة الريجستر ترانسفير لانجويج أو RTL التي شرحناها سابقا. والعمود الأخير يوضح اسم العملية المنطقية. العمليات تتراوح بين clear، وهي عملية تصفير أي جعل المحتويات تساوي صفرا، وبين عمليات منطقية تنفذ بواسطة البوابات المنطقية الرئيسية التي نعرفها. فهاتين العمليتين على سبيل المثال ينفذان ببوابة AND، هذه بوابة AND. وعملية نقل Transfer، هاتين العمليتين هما عملية نقل، وفيهما تنقل المحتويات كما هي من A إلى F مثلا كما في هذا المثال. وهذه العمليات أيضا عملية نقل، ممكن أن تكون لـ A أو تكون لـ B، Transfer A or Transfer B. عملية الـ XOR هي عملية تقوم بها بوابة الـ XOR، وعملية الـ OR هي عملية تقوم بها بوابة الـ OR. أنا أرسم البوابات حتى أساعدك على تذكر هذه العمليات. هذا الجدول الأول. الجدول الثاني يوضح باقي العمليات المنطقية، وهي أولا عملية NOR وتنفذها بوابة NOR، وعملية XNOR تنفذها بوابة XNOR، وعملية الكومبليمنت وهي عملية تنفذ إما لـ A أو لـ B، تنفذها إما دائرة الإنفيرتر أو بوابة الإنفيرتر، وإما بوابة الـ XOR التي لها دخل ثابت بواحد كما رأينا في دائرة الجامع الطارح، وإما عملية NAND وتنفذها بوابة NAND، وإما عملية تحويل المحتويات كلها إلى واحد. هذه هي آخر عملية، الدالة البولية لها F15=1، وفيها نحول جميع المحتويات إلى واحد كما نرى في المايكرو أوبريشن، وهذه نسميها Set to All Once. وعليك أن تفكر في ما هي البوابات أو الدوائر المنطقية التي يمكن أن نستخدمها لتنفيذ هذه العملية الأخيرة Set to All Once. وإلى اللقاء في الدرس القادم.